أكبر تكبير الله 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 أكبر أهلك يا قدام الحي زنقة زنقة وروهالك زنقة زنقة أكبر قريب تراب الشاهين في ترابك واحد شبعت تراب الشايك من برا ونازلين لك إن شاء الله خطوة خطوة أنت قلت زنقة زنقة احنا نقول لك خطوة خطوة وانا شايلك يا انت وسيف وسعدي الله اكبر تحيا علمكم حيا يا جايكم انا 16 سنة محروم ولا ال 16 ما ولا ما تربطهم لك ان شاء الله شايك شايك ان شاء الله شايك الله اكبر ولا بونجور بور تو الموند شون في جيتي ان كلكي شوز تو تو لي ليبي تو لي بلجيك تو لي لالمون تو لي هولون تو دي زاراب تو ليبيا شون في جيست ان كلكي شوز شون في تو ليبيا لي دي سوندي ايسي تو لي ليبي ميتنو ليبي لي بيسوان لي بيسوان نو ليبي لي بيسوان نو ميتنو سي با بيسوان اون دورمير تو لوروب سي با بيسوان اون فير كلكي شوز اون بارل او بوليتيك اون في تو الموند لي في تو لي ليبي. Moi je suis Libyen, j'habite tout la Belgique. Je m'appelle Mahmoud. J'envie tous les Libyens, s'il vous plaît, on descend. On descend d'ici, juste à la main tout le monde. Inch'Allah, 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 on gagne. Wallahi, on gagne. On dit pour Gaddafi, Assassin. Wallahi, la Adim. Tu dis toi, Zenga, Zenga, Dar, Dar. تو فاكرتيش سي كوا زنقا زنقا دا والله حمره 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 وليبي وحي عليك يا معمر انا ترابلسي والله 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 الا ما ننسيولك ولا لما ناكلك كبده زي ما ناكلك والله اللي ما ناكلوك باذن الله ومنتصرين وربك معانا وانت بتقيل واحنا بمسدسات الميه زي ما نقولوا احنا ونطيحوك الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر عالم خضر اصحابنا السعي اهو النواره نواره هاتي نواره ليبيا هاتي نواره ليبيا فهمتي ولا ليبيا حره نورين الله ينصركم وينصر جميع الليبيين اللي معاك مش اللي مع معمر معانا احنا الله ينصرهم واللي ماتوا شعلهم دنيتهم لجنتهم ان شاء الله السلام عليكم نورين شباب نحن الآن داخل مدينة جدابية وهذا الدمار الذي سببه قوات الإرهابي بعدما دخلت المدينة. We are now inside جدابية city. We take this video for the story of the Gaddafi militias. What they do inside جدابية for this shopkeeper, they destroyed it and this building. All this building is destroyed by Gaddafi militias. هذا المفترق كان مسرح للقتال ليلة البارحة وهذه هي الذخيرة التي كانت تستعملها قوات القذافي. This traffic light was fighting between our soldiers and Gaddafi militias. Gaddafi militias use heavy weapons for aeroplane to kill the civilians people. Look. This is for aeroplane. Use this one for aeroplane. Gaddafi use it for kill civilians people. وهذه أحد سيارات القذافي كان يستعملها داخل المدن. حيث أين سرايا الثوار التي تستعمل هذه السيارات وبها هذه اللوحات. This is car for Gaddafi militias. He attack our soldiers and civilians people inside. It is inside city center. He used this one for aeroplane. He fight the aeroplane, but he used it inside city center. Okay.
Yeah, that's good. Nice one. Get the horse to move.